اتأخرت عليا قوي يا اخويا. والله ابدا، ده انا خلصت المستشفى مع هند وبعد كده طلعت الفيلا عشان اجيب لك الدواء بتاعك. او جيب بسرعه. مالك يا منار، في ايه؟ مالك بتبصي لي كده ليه؟ حاسه انني بشوفك لاول مره. كويس. طيب انا عندي ليكي خبر حلو قوي. ما فيش احلى من اللي عرفته. احلى واوحش في نفس الوقت. طب اهدي اهدي اهدي. مالك يا منور، في ايه؟ تعبانه قوي، تعبانه قوي يا عمر. نفسي اترمي في حضنك وهو ضعيف. انني ما صدقت لقيت لي حد. طب قولي لي انا ممكن اعمل ايه اساعدك بيه يعني؟ ما تسيبنيش. حاضر. احلف احلف. والله العظيم ما اسيبك. ده انت اختي. قلب اختك يا اخويا. وانت فكرك ان انا هصدق الكلام الهاكس اللي انت بتقوله ده؟ بقى الحنين شقلك كتفك؟ ده لو مسك مطوه في ايده هيصورك. امال انا اللي عملت كده في روحي يا سيدي الناس؟ جايز. كل شيء اليومين دول جايز. مالك يا كبير؟ شايل مني ليه؟ هو الولا ميدو سبقني وفقع الاسفين ولا ايه؟ يلا. انت مش كنت مجتمع معاه على القهوه وبعدت جبت بقيه الرجاله عشان تحل محلي وتبقى انت المعلم؟ انا لا عشت ولا كنت يا مرياسه. عايزة ايه يا بت؟ دي ام اشرف عايزاك جوه يا سيد الناس. طب ادخلي لها هو جاي. حاضر. غوروا من هنا واشوفش وشك في الصاله. حاضر حاضر. عارف يا ريشه احلى حاجه في الشغلانه الوسخه اللي احنا فيها دي ايه؟ ايه يا مرياسه؟ انك تشغل معاك عيال سرسجيه سيس يخبصوا على بعض. قوم الكلام يجي في حجري اوزنه انا بقى واعرف كل واحد تمامه ايه. عايز تحل محلي؟ انا ما عنديش مانع. انا عندي كلام ومش هرجع فيه. وحد الله ما بيني وما بين الحرام تاني. بس تعالى قول لي، رسيني او ما استجدعك. مش تستخفني وتجيب لي ورده تبوس ايدي ورجلي عشان ارجعها الشغل. اول ما البت تدخل في باب العماره ابني انا يتخطف؟ اشرف يتخطف؟ ده انت وقعتك سودا انت وهي. ايه اللي انت بتقوله ده يا كبير؟ اني اتفه من كده بكتير. هخطف ابنك؟ طب ليه؟ طبعا في الحلوان. بدل النشفان والفقر اللي انت فيه ده من ساعة ما انا بطلت شغل. تتقطع رقبتي قبل ايدي يوم ما اقسي حد من طرفك يا معلم؟ انا لحمي اكتفي من خيرك. انا خدام. لما انت خدام؟ لما انت خدام عايز تحل محلي ليه؟ انت برضه هتصدق كلام الواد ميدو اللي بينفسن وبيأسفن؟ والله العظيم هو اللي دماغه جننته من ساعة ما الحاج قالكوا على موضوع الجواز. وبعدين اركب مكانك ازاي يا مرياسة؟ وانا اصلا ما اعرفش طريق الراجل الكبير. حمو حمو. ايه يا ام؟ واحد يا اخويا بيسأل عليك وعايز يكلمك. امسك. واللي عايز يكلمني هيكلمني على تليفونك ليه؟ اخويا معرفش، رد يمكن يعرف حاجه عن اشرف. الو. ما تستغربش يا حمو اني بكلمك على تليفون والدتك. انا بس عايز اثبت لك اني اقدر اوصل لك في اي وقت وفي اي حته. اوصل لك لحد جوه بيتك ولحد ابنك اشرف. ابنك اشرف.